ودلوقتي هنبتدي معاكم بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرائد. الأهرام، غياب الشناوي يزيد أوجاع الأهلي قبل مواجهة المقاولون، ويوسف يستقر على التشكيل الإجباري. دفع الشرط الجزائي لكارترون والمدرب الجديد أول ديسمبر. الوفد، الإصابات تضرب الفريق بقوة، وعبد الحفيظ يبدأ مفاوضات تمديد عقد أزارو. الأخبار المسائي، أزارو يسابق الزمن، يوسف يعلن الطوارئ في الأهلي ويحذر المتهاونين. الأخبار، فيريرا ورينار الأبرز في مفاوضات الأهلي. الجمهورية، مورينيو الأفريقي أبرز المرشحين للأهلي، الأهلي حائر بين البرتغالي والألماني. المساء، قبل التعاقد مع المدرب الأجنبي أزمة في الأهلي لاختيار الجهاز المعاون المقابل المادي وعدد المساعدين الأجانب على رأس الأولويات. الشروق، الأهلي يستقر على خليفة كارترون والإعلان خلال 10 أيام، مورغان تخطينا مرحلة المفاضلة وتحديد اسم المدرب لا يرتبط بعودة الخطيب من ألمانيا، عبد الحفيظ يتوعد المقصرين بعقوبات مغلظة، 50,000 جنيه عقوبة على عاشور بسبب مباراة الوصل. روز اليوسف، ترتيب الأوراق في الأهلي رجعوا الأسد. اليوم السابع، الأهلي يطلب شراء تراوري المقاصة مقابل 15 مليون، والشيخ الأحمر يفاوض هداف أفريقيا، مد فترة العلاج الطبيعي للخطيب، ويوسف يعتمد على قوام كارترون أمام الذئاب.